الباحث السياسي حيدر الموسوي، أهلا بك معنا سيد حيدر. وأبدأ معك من اجتماع الإطار، هناك من تحدث عن حوار صريح جدا جرى في هذا الاجتماع بخصوص خطورة توسع هجمات الفصائل ضد القواعد الأمريكية بطبيعة الحال. نسألك عن الإشكالات التي يمكن أن تسببها هذه الخطورة برأيك. نعم، شكرا جزيلا، تحية ليكم. بطبيعة الحال هنالك رفض لهذه الاستهدافات بصرف النظر، يعني بالنهاية حق المقاومة هو حق مشروع، وفلسفة المقاومة هي فلسفة محترمة سواء في العراق أو حتى في الخارج بشكل عام، يعني بالنسبة لمن يقاوم أي محتل. ولكن في نهاية الأمر نحن يجب أن نذهب باتجاه الاعتماد على الموقف الرسمي باعتبار هو الذي يمثل الدولة العراقية والركن الأساسي الذي تستند إليه جميع الأطراف السياسية. وبما أن الموقف الرسمي وموقف حكومة السيد السوداني الذي تجسد عبر كلمة السيد السوداني في مؤتمر القاهرة سابقا وأشادت بها جميع الأطراف السياسية، يجب الاحتكام إلى هذا الموضوع وعدم الذهاب إلى مدايات أبعد. نعم. مسألة استهداف القواعد الأمريكية في العراق قد تدخل العراق في إشكال كبير وتدفع بالبلاد إلى الدخول في مواجهة مع الولايات المتحدة الأمريكية حصرا، وبالتالي أنا أعتقد أن هذا الرأي لا يمثل جميع الأطراف السياسية، يعني ربما أغلب الأطراف السياسية هي ما زالت في طور الحوار والدبلوماسية واللجوء إلى المجتمع الدولي وإلى القمم التي تعقد هنا وهناك سواء في القاهرة والقمة المرتقبة يوم 11 في المملكة العربية السعودية، بعيدا عن التصعيد والذهاب باتجاه استهداف هذه القواعد. وبما أن القواعد الموجودة هي يعني بالنهاية هي المتواجدين فيها من القوات الأجنبية هم بطلب رسمي من الحكومة العراقية تحت عنوان طيب مدربين سيد حيدر ومستشارين، هم بطلب رسمي بحماية من الحكومة العراقية، ودعوت إلى الاحتكام إلى الرأي الرسمي ورأي الحكومة في هذا الإطار. لكن بالآخر سيد حيدر، هناك إشكالية على الأرض، هناك جدل كبير أصلا بخصوص شكل الوجود الأمريكي في العراق، ويعني آراء قوى الإطار تتباين بهذا الشأن كثيرا، وبعضها تعتبر أن هذه القوات قتالية وغير مشروعة وما إلى ذلك. على الجانب الآخر رأي الحكومة معروف واتفاق الإطار الاستراتيجي موجود. هذه الإشكالية كيف يمكن حلها على الأرض لتفادي المزيد من المشاكل في العراق؟ يعني لاحظي، عندما تم ترشيح السيد السوداني رئيسا للحكومة العراقية، يعني في بداية الأمر والائتلاف الحاكم لإدارة الدولة المشكل للحكومة جرى الحديث عن اجتماعات أخرى بين السيد السوداني وبين تنسيقية فصائل المقاومة، والحديث كان عن أن تكون هنالك هدنة لفترة طويلة من الزمن بعدم الاحتكاك بالمصالح الأمريكية في الداخل العراقي، ريثما أن يكون هنالك آلية جديدة للتفاهم مع الولايات المتحدة الأمريكية سواء عبر السفارة أو عبر الوفد الذي تم إرساله قبل فترة من الزمن المتمثل بالسيد وزير الدفاع وعدد من الشخصيات الأخرى الذي أرسله السيد السوداني هناك للتفاوض على شكل وصورة التواجد الأجنبي. وصرح السيد السوداني بأن العراق هو ليس بحاجة يعني في الفترة المقبلة إلى قوات على الأرض، قوات أجنبية، ولكن هذا الموضوع أيضا يحتاج إلى تفاهمات أعمق وأوسع لأسباب كثيرة. أولا، المدربين الموجودين والمستشارين يعملون ضمن عملية التدريب على السلاح الأمريكي الموجود لدى الجيش العراقي، وبالتالي لا يمكن الاستعانة بغير الأمريكان بهذه الجزئية بكل صراحة. صحيح. يعني طائرات F-16 تحتاج إلى صيانة، العراقيين غير قادرين على هذا الموضوع، هنالك أمور لوجستية وفنية يفهمها المعنيين بهذا الجانب، لا يمكن الاستغناء عن هذه المدربين أو المستشارين. لكن الأطراف المقاومة التي ترفع شعار بأنها لا تريد وجود لهذه القواعد الأجنبية
هي في نفس الوقت يعني اتفقت مع الحكومة على فترة من الزمن، ولكن بعد أحداث غزة بكل صراحة، والمعلومة اليوم للعالم والمجتمع الدولي أن الولايات المتحدة الأمريكية على ما يبدو هي تقود الحرب، وهي تدعم الكيان الصهيوني في عملية الإبادة الجماعية والمجازر التي تحدث يوميا في من قتل الأطفال والنساء. هذا الأمر دفع باتجاه عدد من الفصائل المسلحة في الداخل العراقي إلى عدم السكوت على ما يحدث في فلسطين، وبالتالي ذهبوا باتجاه استخدام السلاح من جديد وضرب القواعد الأمريكية. الأمر يعني في اعتقادهم بأنه من الممكن أن تكون هذه الرسائل هي من أجل الضغط على واشنطن بضرورة أن تقف في جانب أو تسرع في إيقاف الحرب طيب في غزة. سيد حيدر، لكن واشنطن في المقابل تضغط بالاتجاه الكبيرة. الآخر، يعني اليوم عندما يقول متحدث باسم الخارجية أن بغداد قادرة على محاسبة الفصائل التي تقوم بهذه الهجمات، وأن بغداد يمكن أن تحل هذه المعضلة من أساسها، كيف يمكن أن نفهم ذلك؟ هل هو إحراج للحكومة العراقية، أم أن الحكومة بالفعل لديها آليات وسبل معينة لأجل ضغط على الفصائل ووقف هذه الهجمات؟ لاحظي الحكومة هي في حرج بكل صراحة. حكومة السيد السوداني كما تعلمين هي مرضي عنها من جميع الأطراف السياسية، وتحاول قدر الإمكان منذ بداية تشكيلها بالذهاب باتجاه يعني أن تجد حلا لعدد من المشكلات الخدمية. هي حكومة تشكلت ليست بالعنوان السياسي بقدر ما أنها تريد أن تمتص غضب ونقمة الشارع العراقي فيما يخص الخدمات، وقدمت عدد من الأمور الجيدة، وذهبت باتجاه إعادة العلاقات في المنطقة والمحور العربي والمحور الأوروبي وكذلك محاور أخرى. هي بعيدة عن سياسة المحاور، لكن في هذه الجزئية الولايات المتحدة الأمريكية تريد من بغداد بأن تحاول بشتى الطرق أن تقنع هذه الفصائل المسلحة بعدم الاستمرار بهذه الهجمات التي تطال قاعدة عين الأسد أو حرير في أربيل أو غيرها من الأمور، وإلا فإنها سوف تتدخل لحماية مصالحها شخصيا، وهذا سوف يعرض البلاد بصراحة إلى مشكلة. لذلك تجدين أن هنالك أطراف في داخل الإطار التنسيقي تعتقد بضرورة أن تقف هذه الهجمات بكل صراحة، وأنا أتحدث عن الأحزاب الكلاسيكية داخل الإطار التنسيقي المتمثلة بالدعوة والمجلس الأعلى والحكمة وأطراف والسيد العبادي وغيرها، لأنها تعتقد أن عملية استمرار هذه الهجمات سوف تدخل العراق في مشكلة كبيرة مع واشنطن، وربما تداعيات هذا الموضوع سوف يكون على مستوى الرد، أتحدث قد يكون رد عسكري أو سياسي أو ربما حتى اقتصادي، وأنا أتحدث عن قضية العقوبات التي من الممكن أن تفرضها واشنطن على الوضع العراقي. لذلك نجد أن هنالك يعني في الخفايا هنالك حراك بصراحة، هنالك حراك يسير باتجاه تفاهمات ومفاوضات مع هذه الأطراف من أجل الضغط عليها أن تعدل عن هذا القرار وعدم الذهاب بهذا الاتجاه، وأن تلجأ مثل بقية الأطراف أن تحكم الموقف الرسمي في محاولة قيادة حراك دبلوماسي في أن تكون هنالك هدنة. السيد السوداني ذهب إلى الجمهورية الإسلامية وسوف يذهب إلى دول مجلس التعاون الخليجي، وبالتالي ليس المطلوب فقط من العراق أن يجد حل للمشكلة الموجودة في غزة، يعني ما هو المعني جميع الأطراف الأخرى، الدول الجوار الفلسطيني هي المعنية أكثر من العراق، الدول الإسلامية تركيا غيرها. أشكرك جزيل الشكر السيد حيدر الموسوي الباحث السياسي، كنت معنا من بغداد.